عودة إليكم من جديد مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في الجزء الثاني من هذا البلاتو الذي خصصناه لأبرز الأحداث والمحطات الثقافية التي عرفتها الساحة الفنية والثقافية لسنة 2023. أرحب من أول شيء قبل بداية النقاش لهذا الجزء بسيد أبو بكر سكيني، مستشار مدير عام المسرح الوطني الجزائري. أهلا بك سيدي. أهلا بك وشكرا على الاستضافة ضمن بلاطو حصاد 2023، وسعيد أني أشارككم جمهور قناتنا قناة الحياة. شكرا لك مرة أخرى. أيضا مشاهدينا، نمر الآن إلى الفن الرابع أو المسرح. هذا المسرح الجزائري تصدر منصات عديدة، تتويجات عديدة كذلك في العديد من المحافل الدولية كمهرجان المسرح بالأردن، مهرجان بغداد، مهرجان القاهرة كذلك، مهرجان قرطاج بتونس. إذن المسرح الوطني الجزائري محيدين بشترزي شهد كذلك تنظيم العديد من التظاهرات الفنية لتختتم هذه السنة بالمهرجان الثقافي الوطني للمسرح المحترف في دورته 26 التي عرفت تكريم الفنان أو الممثل القدير السيد أحمد أقومي نظير ما قدمه للفن الجزائري. مشاهدين، هذا المهرجان كذلك عرف مشاركة واسعة كما عرف بروز الكتاب مسرح الشباب بنصوصهم الإبداعية. كذلك تم إنشاء 5 مسارح جهوية في كل من ولاية نعامة، الأغواط، أدرار، بشار، كذلك عين الدفلة. ربما هذه المؤسسات المسرحية كانت مستحدثة خلال الأربع سنوات الأخيرة، تضاف إلى 18 مسرحا جهويا إضافة إلى المسرح الوطني الجزائري. أعود إلى ضيفي السيد سكيني، ربما لو نتحدث بلغة الأرقام أولا عن إنتاجات المسرح الوطني الجزائري خلال سنة 2023. هي الحياة الثقافية خلال هذه السنة مستمرة على نفس الدرب الذي سيكون في السنة القادمة وما سبق في السنة الفائتة، لكن المشهد المسرحي هو الذي كان متغيرا في هذه السنة. هذه السنة هناك إرادة في صنع التميز، إرادة في كسب جمهور أكثر واستقطابه نحو المسرح الوطني الجزائري، وهناك إرادة أخرى في استغلال التجارب الشابة، بحيث أن المسرح الوطني الجزائري وضع محورا أساسيا خلال هذه السنة وخلال هذا الموسم أن يركز على المسرح بإبداعات الشباب. لذلك كان من إنتاج هذه المسرح الوطني الجزائري عروض من قبل الشباب كتابة وإخراجا وأداء، بهدف احتضان هذه الكفاءات لضمان والحفاظ على استمرارية الفعل الثقافي أو الفعل المسرحي في الجزائر. من بين أهم الإنتاجات المسرح الجزائري هذه السنة هو إنتاج مسرحية البونكي، والبونكي والتي تعني المأدبة، مأخوذة عن نص مولود معمري، وقدمها على الركح فوزي بن إبراهيم. من بين الأشياء التي تم إنتاجها خلال هذه السنة مسرحية قهوة القلمي، وقهوة القلمي هي تدخل ضمن العروض المسرحية التي تم إنتاجها في ظل ستينيات الاستقلال، وهي جزء من 16 عرضا مسرحيا تم إنتاجه من قبل الوزارة وأشرف عليها المسرح الوطني الجزائري، بهدف الاحتفاء بالذكرى ستينيات الاستقلال. من بين الأعمال التي تم وسيتم إنتاجها والآن هي ضمن ورشات أو ورشة تدريبية مسرحية رجل الثلج الأحمر، وهي موجهة للأطفال، ومسرحية الماكر، وهي موجهة كذلك للأطفال، ناهيك عن الدورات التكوينية أو الماستر التي يقوم به المسرح الوطني الجزائري في كل مرة بمناسبة وبغيرها، بحيث يتم تلقين مقاييس مكونات العرض المسرحي للمهتمين والهواة بمجال المسرح. إضافة إلى ذلك أن عملية رقمنة التراث والحفاظ على الذاكرة المسرحية مستمرة داخل بناية المسرح الجزائري. وإضافة إلى ذلك أن خلال هذه السنة
تم بعث الطبعة الثالثة من مسابقة مصطفى كاتب للأبحاث حول المسرح الجزائري، وهو تقليد أكاديمي تبناه المسرح الوطني الجزائري بهدف التركيز على الأعمال المسرحية واكتشاف كنهها وتوصيفها وتصنيفها ضمن إطارها الفني والعلمي، بحيث أنها تكون أداة أو تكون وسيلة في متناول الباحثين والعلميين. هذه أهم المحطات التي رسمها المسرح الوطني الجزائري. ربما سيد سكيني، قبل أن نعود إلى الحديث حول المهرجانات التي عرفتها أو عرفها المسرح هذه السنة، نقف عند نقطة مهمة وقعت هذه السنة. وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجية ونظيرها الصحراوية موسى سلمى اتفاقيات إطار ببوج دورة بمخيمات اللاجئين الصحراويين لدفع التعاون الثقافي، وتأسيس كذلك مسرح وطني صحراوي على أسس احترافية كبادرة حضارية من أجل مساندة الشعب الصحراوي ثقافيا في رفع قضيته إلى أعلى المستويات وترقيته مشهد الثقافي دوليا. ربما كسؤالي لك سيد سكيني، المسرح الوطني الجزائري قام بمتابعة وتنفيذ كذلك هذا المشروع، مشروع تأسيس المسرح الوطني محترف للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال برنامج مكثف ثري منه وورشات تكوينية. لو نقف عند هذه المحطة، هو كما ذكرت أن المشهد المسرحي الجزائري له كان تميز يعني خلال السنة ثري على كل المستويات، لذلك كان على المسرح الجزائري أن يتطلع إلى محطة أخرى، أنه لا ينكف على ذاته داخليا بل أن يتفتح على الجانب الإقليمي، بحيث أنه يدخل في نزعاته وهو جزء من القناعات العامة أو السياسة العامة للبلاد، وهي مؤازرة الشعوب المضطهدة، الشعوب منهوبة الحرية ومنهوبة الأرض. لذلك كان على المسرح الجزائري بتوجيهات من الوصية وعلى رأسها عناية وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي، بحيث يتم احتضان فرقة فنية من مخيمات اللاجئين بتندوف الخاصة بلاجئي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بحيث تم ضبط لهم برنامج في فصلين أساسيين أو محورين أساسيين. المحور الأول وهو محور التكوين على مقاييس مرتبطة بفنون الأداء الحي، أما الشق الثاني منا العملية أو المشروع وهو إنتاج عرض مسرحي. لذلك كان على المسرح الوطني أن يعد برنامجا وأن يعد أرضيا لبلوغ النتائج والأهداف التي تم تصديرها بهدف بعث مسرح وطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. فكان التكوين على مستوى المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري على أساس أنه شريك بيداغوجي، فتم اختيار مجموعة من المهتمين بمجال المسرح تأليفا وتمثيلا وإخراجا وتشكيلا مكانيا وكذلك توظيبا موسيقيا. تم اختيارهم وتلقوا تدريبات، وتجاوزوا 60 فردا تلقوا تدريبات وتكوين لمدة 15 يوما. تلا ذلك اختيار انتقاء من الممثلين وانتقاء من مساعدي المخرج وانتقاء من مساعدي السينوغراف وانتقاء من مشكلي أو موعدي الموسيقى العرض. تم انتقاؤهم وقاموا بإنتاج عرض مسرحي. ذلك العرض المسرحي وذلك وفاتحة الانطلاق الرسمي للمسرح الوطني للجمهورية العربية الصحراوية. كان عرضا مسرحيا يخضع للمقاييس المتعارف عليها والمتعلقة بفنون الأداء الحي، وفي ذلك أن العمل أساسا هو الوجه الثقافي لنضال هذا الشعب لأجل تحقيق حريته على أرضه. نعم، نقف دائما عند نبقى دائما مع لغة الأرقام. 106 إنتاج مسرحي جديد، من بينها أو من بين الجولات كان هناك أزيد من 100 عرض. ربما ما رأيك في هذا الكم الهائل من الإنتاجات في هذه السنة؟
أكيد أن المشهد كما ذكرت أن المشهد ثري، فبلغة الأرقام كما ذكرتي أن ستينيات الاستقلال تم في هذا الإطار تم إنتاج 16 عرضا من قبل مختلف المسارح الجهوية، على غرار مسرح الجهوي لوهران، مسرح الجهوي لسيدي بلعباس، مسرح الجهوي لسوقهراس، مسرح الجهوي لبسكرة. هذه الأعمال المسرحية التي تم إنتاجها قامت بجولات تجاوزت 100 عرض مسرحي، بحيث أنه الجمهور الجزائري في مختلف مناطق الوطن استفاد من هذه الجرعات الجمالية التي من خلالها تم تخليد الثورة التحريرية في أسماء وفي أمكنة وفي مواقف وفي محطات مهمة من الثورة التحريرية، بحيث يتم توارث هذه اللحظات فنيا بين الأجيال. وكذلك أن من بين هذه العروض، ونحن نعيش هذه الأيام عرس الطبعة 16 من المهرجان الوطني المسرح المحترف، فمن بين هذه العروض تقدمت للمشاركة ضمن التنافس في هذا المهرجان وتم قبولها ضمن عدد مهم من العروض المسرحية، فهي كذلك الآن محل تنافس بين الفرق المسرحية. للإشارة كذلك أن المسرح الوطني الجزائري يحتفل في هذه السنة بذكرى ستينية تأسيسه، وهنا من الصدف فالمسرح الوطني الجزائري حاليا يعمل على تنظيم برنامج خاص في هذا، يكون إن شاء الله مع بداية السنة القادمة بحول الله. إذن نبقى دائما، وأنت ذكرت الآن مهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته 16، كما سبق وأن ذكرنا قبل قليل أو منذ قليل حول هذه الدورة، جاءت دورة تكريمية للممثل القدير السيد أحمد داقومي، تم تكريمه، وخلال افتتاح هذا المهرجان تم رأينا كذلك عودة الفنان نبيل العسلي. نعم. بعد غياب دام 13 سنة. نعم. هو للتذكير أنه المهرجان الوطني للمسرح المحترف كان تأسيسه يعني منذ حوالي 1985، وعاش طبعات متتالية، وعاش كذلك محطات أين فيها توقف عن نشاطه إلى أن عاد سنة 2006 مع الرائد والشيخ الخشبة محمد بن قطاف، عادت الطبعة الأولى بعد الممات كما يقال، ونحن نعيش حاليا الطبعة 16، وهو في الأساس هو مهرجان تنافسي، وهي فرصة كذلك لإطلاع الجمهور على مختلف التجارب الفنية والجمالية التي وصل إليها المسرح الجزائري الحديث، وفي نفس الوقت هي فرصة للاحتكاك وتبادل التجارب بين المشاركين، وفي نفس الوقت هي فرصة كذلك للوقوف عند أهم الأسماء التي بصمت المسرح الجزائري سابقا وحاضرا. لذلك يتم تكريم أهم الأسماء، فكان تكريم سيد أحمد أقومي الفنان سيد أحمد أقومي، هذه الشخصية التي لها حضور متميز في المسرح، عدا ذلك الحضور المتميز في السينما وفي التلفزيون، أما في المسرح فكان من وراء أداء عروض في مسرحية على سبيل المثال الجثة المطوقة. نعم. ورجل ذو النعل المطاطي، هذه العروض التي كان له فيها دور أساسي، كان من محافظة المهرجان أن تكرم هذه الشخصية التي لها تجربتها ولها مواقفها الخاصة في قضايا مهمة، قضايا إنسانية وقضايا نضالية وقضايا يعني فنية وجمالية. هذه الطبعة من مميزاتها كذلك أنها كانت لها وقفة خاصة مع ما يعيشه إخواننا. نعم. بغزة. هذه الطبعة من مميزاتها كذلك أنها أبانت أن أسماء ومخرجين وكتاب وممثلين جدد يعني لهم أول تجربة لاعتلاء منصة محي الدين بشتارزي، هذه المنصة المرجع التي مر منها أسماء مهمة على غير محي الدين بشتارزي، على غير عز الدين مجوبي، على غير سونيا. هذه الطبعة من مميزاتها كذلك هو عودة كما ذكرت عودة نبيل عسلي إلى ركح الخشبة من خلال حتى المسرح شهد وقفة تكريمية لجل الفنانين الراحلين، الفنانين. نعم. المسرحيين الذين رحلوا سنة 2023. نعم.
هي كما ذكرت أن السنة شهدت حوالي 30 اسما التي فقدتها الساحة الفنية الجزائرية في مجالات متعددة، في مجالات الفنون التشكيلية، في مجال الشعر، في مجال السرديات، في مجال المسرح، في مجال التصوير. ففي السينما على سبيل المثال فقدنا سيد علي مازيف، ذلك الاسم المتميز في الإخراج. في التمثيل فقدنا الأكاديمي أحمد حمومي، في المسرح فقدنا الأكاديمي أحمد حمومي، فقدنا كذلك سيد علي بن سلمى، هذا كان من بين إطارات المسرح الوطني الجزائري. وفقدنا أسماء الممثلين شباب على غرار نادية جبالي وعدلان وكذلك عبد الحليم زريبية. هذه الأسماء هي أسماء شابة فقدتها الساحة خلال السنة، حتى يعني قدمت الكثير للفن الجزائري. نعم يعني قدمت الكثير، وكان لها مساهمات كثيرة، خاصة عبد الحليم زريبية الذي تعددت أدواره هنا في الجزائر وخارج الجزائر، إلى له حضور في السينما، له حضور في المسرح، مع العلم أنه دائما يدعو إلى أن يوسم برجل المسرح على أن يوسم برجل السينما. حتى في كان ضمن فرق يعني أجنبية، فقرة شكسبيرية بهولندا كان له دور وحضور فيها. بالحديث سيد سكيني عن التكريمات التي عرفتها هذه السنة بالمسرح الوطني، وخلال نهاية السنة تم تكريم كذلك الفنان علالو نعم. علالو نظير نظيم ما قدمه هذه الشخصية التي يعد من أهم المؤسسي المسرح الجزائري من خلال عرضه جحا الذي قدمه ب ألف ليلة وليلة كذلك. ألف ليلة وليلة، لكن مسرحية جحا هذه كانت يعني بداية المسرح الجزائري والانطلاقة الفعلية للمسرح الجزائري سنة 1926، بحيث أن العرض تم على مستوى رقح أو خشبة اللي نسموه حاليا مسرح بلدية الجزائر الوسطى، وكان يسمى قادما يسمى كازينو. عرض يعني في مواصفات ضمن مواصفات العلبة الإيطالية، لأنه كان في بدايته العروض المسرحية الجزائرية كانت تقدم ضمن المقاهي وضمن الحفلات، لكن في حيز مغلق لا يخضع للمواصفات العلبة الإيطالية. هو قدم ضمن مواصفات العلبة الإيطالية، حتى أن النص كان مقتبسا وكان يعني في بشروطه المتعارف عليها، شروط الأداء الدرامي. هذه الشخصية كان المسرح الوطني الجزائري أن يلتفت إليها، كذلك من خلال تسمية به المسرح الجزائري بهذه الشخصية وهو علي سلالي المسمى علالو. فكان كذلك من قبل محافظة المهرجان أن تحتفي بهذه الشخصية في شهادات وذكر أهم أعماله ومميزاتها. تم كذلك الالتفات إلى أهم الأسماء خلال المحافظة، إلى أسماء خلال هذه الطبعة، إلى أسماء النسائية، تلك التي بصمت السجل الذهبي النسائي من حيث أعمالهن المسرحية أداء وإخراجا وتمثيلا، بحيث تم التركيز الضوء عليها على أساس أنها شريك وفاعل ومثري للمشهد المسرحي. ناهيك عن الأسماء التي فقدناها خلال هذه السنة. نعم، هي أسماء كثيرة فنية وثقافية كذلك رحلوا عنا هذه السنة. أعود إلى الإنتاجات الجديدة، ونبقى دائما مع الحدث الفني الذي برز خلال سنة 2023، مهرجان المسرح المحترف، عرف كذلك إنتاج جديد تحت تسمية آيشو. ربما هذا العرض عرض مسرحي يأتي في قالب تراجيدية احتفالية، يستلهم كذلك أجواء من رقصات فولكلورية للمخرج عزوز عبد القادر. لو نتحدث قليلا عن هذا الأمر. المسرحية هي من إنتاج المسرح الجهوي لبسكرة، الناس اللي عبد القادر عزوز الإخراج لعبد القادر عزوز. أما الناس في لهو فهو اللي من أدرار شيخي. هذا العرض المسرحي ويدخل ضمن 13 عرض المسرحي التي تتنافس فيها على 8 جوائز خلال يعني المهرجان. ضمن المنافسة، هو ضمن المنافسة وضمن العروض التي تتنافس. هذه العروض فيها 10 عروض منتجة من قبل المسارح الجهوية، وثلاث عروض منتجة من قبل كيانات من جمعيات ومن تعاونيات، وهي الحائزة على جوائز ضمن المهرجان المحترف المحلي بقلمة، والمهرجان المحترف المحلي بسيدي بالعباس، والمهرجان
الوطني للمسرح الهواة بمستغانم، يعني يتم 3 عروض يتم انتقاؤها تلك المتوجة في هذه المناسبات ضمن التنافس ضمن العروض المنتجة من قبل المسارح الجهوية. العرض بالحد ذاته هو عرض يعني استطاع أو وفق في توظيف التراث الجزائري، التراث المادي والغير مادي، بحيث أنه مستلهم من البيئة، بيئة الجنوب الجزائري، بحيث تم خلالها توظيف هذا التراث في عرض مسرحي أساسه هو الصراع على السلطة والصراع على البقاء، ووفق في ذلك المخرج. حتى يعني هذه المسرحية ميزة، أهم ميزة هذا العرض المسرحي هو الروح الإفريقية التي كانت فيه. أكيد، على اعتبار أن الجزائر لا يمكن أن نسقطها من البيئة الإفريقية، فهي امتداد كذلك للبيئة الإفريقية، وهو ما يميز الجزائر في ثرائها الثقافي وثرائها التقاليدي والممارسات. لذلك نرى أن هذا العرض اختزل تلك العادات والتقاليد وذلك الموروث الإفريقي الجزائري في العرض، ووفق في توظيفه وفي تسليط الضوء إلى هذا الأمر، بحيث يمكن أن نعتبر هذه الصورة الجمالية هي سفيرة للجزائر خارج إطار الخشبة الجزائرية المحلية. يعني هذا العمل يصلح أن يجول دول العالم للتعريف بثراء الثقافة الجزائرية. نعم، لو نقف قبل أن نختم عن أو نتحدث عن ديكور مسرحية آيشو، كذلك كما سبق وأن ذكرنا فيه ميزة الروح الإفريقية كانت حاضرة فيه، كانت ذو رمزية على غرار الأزياء والأقنعة التي كانوا يرتدونها، عناصر تحيل إلى البيئة الصحراوية. ربما كانت هذه هي هذا الشيء كان سهل بسيط للغاية، يعني إيصال رسالة للجمهور. نعم، هو غاية العرض، عادة العرض الغاية من العرض هو تحقيق الفرجة. إذا كان نجح المخرج في تحقيق الفرجة لدى القاعة فنعلم جيدا أن العرض ناجح 100%، وهو ما لمسناه خلال العرض من متابعتنا للعرض، فإن الفرجة كانت يعني بين أوساط القاعة المتفرجين. استطاع تحسين توظيف تلك المكنونات على غرار الإيقاعات، على غرار الرقصات، على غرار الأمثلة، على غرار الأشعار المستعملة، على غرار الأغاني، على غرار تلك تسليط الضوء على تلك الطبقية الاجتماعية، بحيث جعل من المتفرج في لحظات هو الحكم، وفي لحظات هو جزء من اللعبة، وفي لحظات حقق له التطهير، وفي لحظات أخرى حقق له حتى التنفيذ، وجعلته يفهم الأسطورة، يعني عاشوا معها. وكذلك استطاع وفق المخرج في أن يوصل إليه عبر الغاية الأساسية أو التيمة الأساسية من العرض من خلال الأسطورة المحكية أو الأسطورة المسرودة، بحيث أن الأسطورة هي في متناول الذاكرة الجمعية، ولكن بشيء يعني بسيط، بشيء يعني لكنه حولها فوق الخشبة ليس بالتعقيد، ولكن بشيء أعطى لها قيمة جمالية وقيمة فنية عالية، بحيث أنه أعطى لها تلك السهولة أو السهل الممتلئ في تلقيها. شكرا لك سيد أبو بكر سكيني. إذا حاولنا قدر المستطاع يعني أتحدث عن أبرز المحطات الفنية التي شهدتها جل المسارح الجهوية وكذلك الوطنية. ربما كلمة أخيرة قبل ختام الحصة. كما ذكرت في بداية الكلمة أن رحلة الثقافة لا تتوقف في لحظة، لكن المشهد هو الذي يصنع يعني كما وثباته أو يصنعه انكساره. نأمل في السنة القادمة إن شاء الله أن تكون المشهد أكثر ثراء، ونحن يعني شغل نتوسم ذلك من خلال ما يتم تحضيره، وخاصة سنحتفي بذكرى 70 للاستقلال الجزائر لاندلاع الثورة التحريرية. قبل الختام سيد سكيني، ربما كسؤال أخير، ما هي الأولويات التي سيسطرها المسرح الوطني الجزائري لسنة 2024؟ المسرح الوطني الجزائري كعادته سيستمر في إنتاجاته المسرحية، لأن القانون الأساسي يحثه على ذلك. سيتفتح على تجارب أخرى في مجال الإخراج النسائي على سبيل المثال. سيركز هذه السنة عن المرأة في المسرح الجزائري منتجة ومخرجة وممثلة، سيركز في هذا الجانب.
كذلك سيركز على أهم محطة من محطات المسرح الجزائري، وهي عبارة عن استمرار لمحطات سابقة، لكن هذه المرة ستكون بكثافة، وهو الحفاظ على وتيرة الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال أرشفة ورقمنة كل ما يتعلق بالمسرح الجزائري. لا ينكفئ ذاته على المسرح الوطني الجزائري، بل يتفتح كذلك على كل ما يتم إجراؤه عبر خشبات المسرح المتواجدة في الجهات الأربع للوطن. إذن شكرا لك سيد أبو بكر سكيني، مستشار لدى المسرح الوطني الجزائري محيدين بشتارزي، وأنتم كذلك مشاهدينا شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. حاولنا قدر المستطاع أن نقف عند أبرز المحطات الثقافية والفنية لسنة 2023. لكم مني جولة حياتي.